فالقضية ليست كما تظن يا إنسان، يعني أنت تقول كذا سؤال أنا لمجبور أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا إن شئت أتراشد أتبعه على نفسك، إلا هناك مسؤولية يا إنسان، هناك المسؤولية عن موقفك مع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأسألك الله هل اتبعته؟ هل عملت بشريعتي؟ هل وهل؟ إذا يا إنسان الجواب لا بد منه، والذي يسألك هو الله رب العالمين، رسول من الله، أي جاء إليكم فاعرفوا فضل هذا الرسول، وعرفوا مقامه، أي عرفوا له فضله، وعرفوا له مقامه، وعرفوا كرامته، وتأدبوا وعظموه صلى الله عليه وسلم.